النعم، فلهم كل الشكر والتقدير على هذا العطاء. بالفعل رعاية كاملة ورؤية واضحة وتخطيط نافذ وتقييم للأداء من أجل التحسين والتقييم والتطوير. إنه معالي الأستاذ الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة شباب، فله كل الشكر والتقدير على ما أتاح لنا من برامج متنوعة للرعاية من أجل إعداد متكامل لأعضاء الجهاز الإداري، ليس فقط في مجال الموازنة أو موازنة البرامج، بل في جميع المجالات التي من شأنها أن تنهض بقدرات ومهارات السادة أعضاء الجهاز الإداري العاملين بجامعة سوهاج. أيضا فريق الإشراف والمتابعة الذي تابعنا على مدار الثلاثة أيام الخاصة بتنفيذ هذا البرنامج، السيد المحاسب أشرف القاضي، السيد الدكتور أحمد جلال عبد النعيم. شكري أيضا للزملاء الذين قبلوا بلاء حسنا في هذا البرنامج التدريبي. ربما أن تكون الفترة الحالية هي فترة إرساء ثقافة موازنة البرامج والأداء، وإنما ما سوف يتاح في المستقبل هو برامج تفصيلية للتدريب على إعداد كامل موازنة البرامج والأداء. الأخ الفاضل المحاسب أحمد حلمي، الأخ الفاضل المحاسب وليد عز الدين، الأخ المحاسب أحمد محمود علي. أيضا كل شكرنا وتقديرنا لكل الجهات التي عاونتنا وساعدتنا إلى أن نخرج بهذا البرنامج على هذا النحو. مركز تنمية القدرات وعلى رأسها الأخ الفاضل الأستاذ الدكتور خلف تمام، له كل شكر وتقدير على استضافة الدورة لمدة يوم. الأخ الفاضل أحمد عاطف مدير عام مكتب رئيس الجامعة على الدعم اللوجستي المتكامل في إعداد المطبوعات. الأخت الفاضلة ابتسام عبد الدين مديرة العلاقات العامة بجامعة سوهاج، كل الشكر والتقدير. أسرة مركز ضمان الجودة والذين قاموا على المتابعة والإشراف والأداء الفني المركز، الأخ خالد ميزن مسؤول تكنولوجيا الاتصال والمعلومات بالمركز، أخ محمود عبد اللطيف إشراف إداري والتدريب، الأخ حسن علي عبد الرحمن الإداري بالمركز. فعاليات التدريب، احنا يمكن سعادة الرئيس من لم يقيم نفسه لا يستطيع ان يخطو خطوة الى الامام، وبالتالي نعم كانت لنا ايجابيات وهناك ايضا سلبيات، وبالتالي استطعنا او اردنا ان نستفيد من رؤى حضراتكم نحو تطوير هذا العمل وهذا البرنامج. ونحمد الله كثيرا على اننا كنا في عند حسن ظن حضراتكم فيما قدمناه من عروض او مهارات داخل الفتره التدريبيه. تفضل. اللون الازرق جيد جدا، اللي هو اللون الاصفر جيد، اللي هو الرمادي متوسط، اللي هو البرتقالي الضعيف، اللي هو الكحل. لا مفيش من ضعيف، احنا عندنا كل التقديرات. حضراتكم حصرت ما بين الفئه الممتازه والفئه الجيده والفئه فئة جيدة جدا والفئة جيدة، هذا هو تقييم حضراتكم، ولدينا الوثائق التي قمتم بالتوقيع عليها، وهذا التفريغ تم من خلال تقييم عام لكل التوقيعات. احنا عندنا المجموعة الأولى والمجموعة الأخيرة هي اللي قامت بالتقييم. المجموعة الفلوس اللي يوم الاثنين طبعا مشوا ولم يعيروا اهتماما، لكن مفيش مشكلة، فالنسبة محسوبة على أساس الإجمالي للناس اللي هم شاركوا في اعداد هذا التقييم. كوادر فنيه متميزه لانها تستطيع ان تقود تدريب. ده اول طولا على الشمال هو الامام، ده شيء كويس. شيء طبيعي حصيله مهاراتيه اننا ازاي نقود تدريب في هذا المجال. بس روح المشاركه والتعاون، ودي كانت نازله شويه ونازله شويه، لانه احنا امكانياتنا الحاليه في بدايه هذا البرنامج لسه ما زلنا بنضع اللجنه الاولى في اليات المشاركه الفعاله، اقامه ورش عمل، اقامه حلقات سماع، كل ده هيجي بعد كده في البرامج التفصيليه. انما الفتره البرنامج اللي هو انتهينا منه حضراتكم الفتره اللي فاتت دي برنامج ارساء ثقافه موازنه البرامج والاداء. الحقيقه كانت لينا ايجابيات، وده حضراتكم مواقع التقييم اللي انتم قيمتوه.
التحكيم أهمها بالنسبة لنا إحنا كمان كموازنة أو كإدارة جامعة، أهمها بالكثير إنه ربط موازنة البنود والاعتمادات بالبرامج التشغيلية من أجل تقييم الأداء. وكان هذا المردود من حضراتكم إن كنت أقريت هذه الجزئية. أيضا المعرفة أو الإلمام بالبرامج الرئيسية والفرعية لكل من برنامج الحكومة والوزارة، وأيضا البرامج الفرعية لجامعة سمار. التعرف على الفرق ما بين النواتج والمخرجات للبرامج التشغيلية وكيفية احتساب مؤشرات الأداء. الحاجة الثانية اللي هي أهمية تحديد وتقييم الاحتياجات الفعلية للبرامج التشغيلية عشان نقدر نعمل موازنة مظبوط، يبقى لازم عندنا تحديد احتياجات مظبوط، يبقى لازم تقييم للاحتياجات مظبوط. فأشكركم طبعا إن وصلت هذه المعلومة وقدرنا نحسها في حضراتكم من الناحية الثانية. إنما مفيش حاجة طبعا بتبقى 100%، وإنما هناك بعض العثرات واحنا حبينا ان احنا نسمعها من حضراتكم عشان نقدر نحسن في المرحله الجايه. انه فتره التدريب كانت قصيره، عدم وجود مذكرات للتوزيع، وفي الحقيقه ما عندناش مذكرات للتوزيع، انما عندنا ماده علميه، وهذه الماده العلميه وضعت على مجموعه الواتساب اللي شكلت اسماء حضراتكم، واعتقد انه حضراتكم اصبحت متاحه من الامس مع حضراتكم، وفي ناس دخلت على هذه الماده العلميه واستفادت منها. التدريب العملي الكافي حقيقة بالفعل احنا في المرحلة اللي جاية مجموعة العمل التدريبية هتقوم بشرح وافي ومفصل لكل مفردة من المفردات بتاعة النماذج اللي احنا شغالين عليها. انما كان من الصعب جدا انه نجيب النماذج كلها اللي هم 6 نماذج بالإضافة للبرنامج الرئيسي ونقدر نفصله تفصيل زي ما حضراتكم عايزين، لكن بلا شك المرحلة اللي جاية هتشهد تفصيلا كاملا لهذه البرامج ان شاء الله زي ما قلت لحضراتكم، اللي هو التدريب على مستوى الوحده. يبقى افراد الوحده ممكن نعمل لهم او افراد الاداره ممكن نعمل لهم دوره مكثفه عشان نقدر نفسر اللي هو ما هو موجود في الوحده. اشكركم طبعا على المعلومه الجميله اللي هي الكافتيريا كانت غير جيده، فعلا الكافتيريا غير جيده، صحيح، وانا معاك ان الكافتيريا غير جيده. محتاجين الى كافتيريا اعلى وارقى من هذا. تقييم الاداء العام لهذا البرنامج التدريبي، تقييم الأداء بصورة عامة بلغ امتياز 24 بدرجة جيد جدا، وهذه وثائقكم التي قمتم بتعبئتها.